الفن يعني كواليس، ودايما معانا في الفقره الثالثه الفقره الفنيه. والفقره الفنيه النهارده مش هكون فيها لوحدي، هيكون معايا كمان زميلتي العزيزه ياسمين سليمان. ازيك يا ياسمين؟ ازيك يا بلال، ايه اخبارك؟ كله زي الفل، انت تمام؟ كله تمام. شفت الفقره النهارده؟ الفقره قلبي جدا بقى، الفن والمزيكا بقى حياتي يا جماعه. بمناسبه الفن والمزيكا، عايز اقول لكم قبل ما ارحب بضيفنا العزيز في فقرتنا الفنيه النهارده، ياسمين يا جماعه اللي انتم شايفينها مذيعه مكسره الدنيا ودايما ضحكتها منوره، عايز اقول لكم كمان ان هي بتلعب كمانجا، صح؟ بقالك قد ايه؟ تقريبا بقى، خلاص بقى في ايه؟ بقى لها 10 سنين. وقلنا لها والله النهارده تيجي من ضمن الكواليس كده تجيب الكمانجا وتعزف مع مطربنا اللي موجود معانا النهارده. طيب مطربنا اللي موجود معانا النهارده شاب صغير عنده تقريبا 19 سنه، يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي لسه ورور. فاحنا عايزين نرحب النهارده بالشاب الموهوب الجميل المطرب محمد عماد. ازيك يا محمد؟ اهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انا عايزك كده تجلجل، انت مطرب يعني بتغني يعني الناس اللي صوتها بيروح اخر الدنيا. ايوه مش كده؟ طيب علشان انت لسه ما فكتش، فتعالى كده هسالك، واحنا النهارده بنتكلم عن الكواليس، كلمني كده عن كواليس بدايتك، بدات من امتى وانت عندك اصلا 19 سنه؟ فبدات من امتى وليه الغنى؟ طب هو تمام، بدات من وانا عندي 8 سنين او 10 سنين. جميل. بدأت اللي أنا أغني في المدرسة في الحفلات، واللي اكتشف الموهبة دي يعني كان أستاذ عندي، خلاني اللي أنا أبدأ أغني وهو اللي شجعني. وبعد كده والدي مع والدتي وإخواتي، بس أختي الكبيرة هي اللي مش مقتنعة بيا. يعني بابا وماما موافقين، لكن الأخت هي اللي عندها مشكلة شوية. تمام. أنت كمان بدأت في سن صغير جدا، يعني 8 و10 سنين كنت لسه في المدرسة. كنت على طول أنا طالع ونازل من البيت أفضل أغني. كنت بعمل انا كده زمان لحد ما جننت الناس بصوتي. خليني اسالك، انت في لون معين بتحبه تغنيه؟ يعني حاجه معينه قريبه ليك؟ يعني اغنيه معينه ولا لون؟ لا لون معين، يعني شعبي، اغاني قديمه، اغاني جديده. لا اغاني قديمه. اغاني قديمه. طب تفتكر الاغاني القديمه دي الناس بتحبها ولا بتحب الشعبي اكتر؟ لا دلوقتي الشعبي مغطي على كله. الشعبي ولا المهرجانات؟ المهرجانات هو اللي مغطي على الاغاني. طيب كلها. غني. طب شفت بدانا من غير غنى اهو. غني يا صلاح، انت اللي هتغني. غني، امسك بقى الهاند ده، امسك المايك ده وجلجل. عايز بقى تسمعنا قديم، تسمعنا جديد، تسمعنا حاجه بتاعتك زي ما تحب. يا اغنيه منك يا غالي. اوكي. منك يا غالي بتمشي في خيالي ودايما في بالي ومش بتروح، حياتي معاكي وروحي معاكي بتنفس هواكي من غيره واموت، دايما بفكر في اللي جاي يا حب عمري واحلى ضي، والله ده انا لابني لك حي واملى ورود. قول لي بقى اكتر اغنيه بتقول لي وش السعد عليا؟ بتاعت شيرين عبد الوهاب، بتاعت كده يا قلبي بحب اغنيها كتير. لا غنيها لي بقى. لا لا استنى كده يا قلبي وش السعد عليك؟ دي اكتر اغنيه بتقطع الناس. هو اللي حط نفسه بحبها، بطلع كل الطاقه اللي عندي في الاغنيه دي. طيب هنغني كده يا قلبي، بس قبل ما نروح لكده يا قلبي عايز اسالك، وانت عندك 19 سنه فكرت بقى تدرس مزيكا، تدرس اصوات بحيث ان انت تثقل الموهبه عندك؟ كنت ناوي ان انا اخش معهد السنه دي بس ما حصلش نصيب، فقلت انا هاجلها للسنه الجايه. حلو. هتجيلي بقى، هتجيلي. هتدخل بقى مع ياسمين. ياسمين بالمناسبه بما اننا في الكواليس، ياسمين بتدرس في معهد موسيقى عربيه، يعني مش اعلام بس. طيب تعالى نرجع للغنى تاني بما انك فكيت اهو، ونسمع كده يا قلبي، والناس تسامحنا بقى الصبح ان احنا نسمع كده يا قلبي ونقطعهم ونخليهم يعيطوا. يا رب يطلع. يلا بينا. كده يا قلبي يا حتة مني، يا كل حاجة حلوة فيا، كده
كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي، يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعباني. الحمد لله. تمام يا محمد، ماشي يا جميل. بعد ما اكتشفت بقى انك صوتك كويس والمدرس بتاعك هو اللي قال لك انت لازم تكمل في الموضوع، رحت بقى المكان، يعني رحت المكان مخصص للحاجات دي عشان تكمل فيها الموهبه دي؟ ما الموهبه مش لوحدها، لازم دراسه. ما هو يعني انا ما بداتش اغني غير من وانا مثلا بدات في ال 13 14 انا اقول كنت بقى كان ما كنتش حاططها في دماغي. تمام، رحت بقى المكان مخصص او كده؟ لا ما رحتش، انا فضلت احاول ان انا اعمل فيديوهات وانزل على اليوتيوب واروح فرح واعياد يعني. ميلاد. لا لحد دلوقتي ما عملتش ولا اغنيه يعني. ايوه انا بتكلم اللي هو على السوشيال ميديا بقى، شغلك كله على السوشيال ميديا وكده، على اليوتيوب والفيس والواتس والكلام ده. طيب بمناسبه السوشيال ميديا، وانت قلت بنزل فيديوهات وحاجات، واحنا النهارده بنتكلم عن الكواليس، فعايز اقول لكم يا جماعه امبارح وانا بذاكر محمد لقيته عامل فيديوهات غريبه، بيقلد الليمبي وبيقلد بوحه وبيقلد ناس مش غنى بس، فايه الموضوع ده بقى؟ ده كلوس كده الناس مش واخده بالها منه صح؟ بصراحة التقليد دوت كان قبل الغنى. جميل. فانا قلت هبدا الاول بالتقليد، اطلع بالتقليد وبعد كده غني. ايه رايك نكمل الحوار بشخصيه غير شخصيه محمد؟ طيب تمام تمام، هتكلمني كايه دلوقتي؟ يعني كلمني بالصوت اللي انت عايزه او بالشخصيه اللي تحبها. نبدا باللم. اعمل اللي انت عايزه بالمايك ولا اوكي اكلمك، اتكلم معاك بحوار عادي ولا اتكلم انا؟ لو في سكتش جاهز او سكريبت معين محضره قول. هو ممكن لقطة كده. طب يلا بينا. أنا السلام عليكم. أحب أحيي السادة اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، مش عارف إيه اللي مصحكم بدري يعني. وأحب أشكر البرنامج الاستراحة وكله هيستريح. ليه بقى ما جربتش تنام دي كمان؟ ما هو قلت بدل ما اطلع بالفقرة بتاعت التقليد ديت اللي انا يعني هبدا في التقليد وبعد ما تشير ابقى اغني، هيقولوا عليا يعني عبيط انت بدات بالتقليد عشان تتشهر وبعد كده تطلع بالموهبه بتاعتك اللي انت. لا بالعكس، انا شايفه الاثنين انت ممتاز فيهم جدا، يعني كان المفروض ممكن في ناس بتغني وفي نفس الوقت بتقلد بتعمل سكتش مع بعض وكده. تمام. وانا حبيت اطلع بلون واحد اللي هو الغنى. طيب هو طبعا حاجه مهمه جدا وانت في السن الصغير دوت، ان انت اولا تحدد هدفك، ودي طبعا رساله ليك ولكل مشاهدينا كمان، ان احنا نحدد هدفنا علشان برضو ما نتشتتش. زي ما قلنا كده ياسمين بتعزف وبتطلع بتعمل برنامج، وانا بكتب شعر واحيانا بخرج فيديوهات زي ما كنت بخرج فيديو من شويه كانوا مجننني فيه في الكواليس، وانت بتغني وبتقلد، ده معناه ان انت كمان ممكن تمثل صح؟ ليه في التمثيل وبحب القفشات اللي هي اللي مضحكه وكده، بحب اقلد واضحك. طيب يعني انا سعيد بوجودك النهارده معايا يا محمد. ربنا يخليك. فقرتنا جريت بسرعه بس الحمد لله سمعنا غنوتين وسمعنا كمان تقليد. كنت سعيد جدا بوجودك كمان يا ياسمين لاول مره مع بعض، ان شاء الله مش اخر مره. ان شاء الله ربنا يوفقك، واي حد حابب يتابع محمد يتابعه من خلال صفحه برنامجنا برنامج استراحه والتواصل مع فريق عمل البرنامج. وزي ما بنختم كل مره نتقابل ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ونقول من دلوقتي للحلقه اللي جايه هناخد بريك ونفصل شويه.